أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وجرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات كما تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك